كرة كثير يرفع الكرة تصطدم بالقائم بالعارضة كادت تتخادع الحارس الكيماش. كرة مقوسة كما ينبغي كادت تتخادع الحارس وجقشي. أكنيوان ستارة يدخل داخل منطقة العملية ستارة يقوم بعملية القذف والهدف لا يخرجها الحارس بشكل خارق العادة. الحارس يخرج كرة لا تعوض كرة ما تخرجش على مثل هذه. شوف الإعادة مضاير تعمل كل إمكانياته باش خرج هذه الكرة وساقط على أرضية الميدان. شوف الإعادة ستارة يقذف تصطدم بالدفاع يخرجها الحارس تقريبا على خط المرمى. بيع الكرة دليسي دليسي دخل منطقة العمليات معوش يصطدم بالحارس. مزور و مزاير مزور ومزاير في المكان المناسب طير مع هذه الكرة في عادة قوسة كما ينبغي طير معها مزاير في لحظات صعبة. هذا زاوية أخرى شكرا و ويا والهدف مزور يفتح باب التسجيل في الدقيقة 12. مزور يفتح باب التسجيل في الدقيقة 12 الكرة الأولى ما عد معها الحارس لكن الكرة الثانية كانت أصعب لأنها كانت أرضية. يرفع الكرة زغدود تدخل دفاع ضربة جزاء يقول الحكم ضربة جزاء يقول الحكم بعد دفع لأشيو الحكم يقول ضربة جزاء ونشوف اللقطة من زاوية أخرى راح نشوف الإعادة تاع اللقطة. إن شاء الله الأعصاب ما تتوترش لدرجة كبيرة قليل وين نشوف لقطة يعني مليحة لأنه المكان اللي موجودين فيه صعب ويسجل الهدف تعد النتيجة الآن دقيقة 17 تعدل النتيجة من عن طريق حمداني فيصل من مواليد 70 دقيقة 17 تعديل النتيجة. مزور كنت تقصد الكرة تبقى لمزور قذفة قوية قوية واستماتة من الحارس يخرجها بوكساسا ساسا قذفة كادت تتخادع بعض الاشياء اللي نتاسف لها تحدث من صعبه 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 من مزور كاد يخادع بها كاد يخادع بها الحارس. التعادل ككل هدف لهدف اللاعبين يتصفوا. ضربة الخمسه لصالح شباب الوداد راح يقوم بتنفيذها بوجقش امام زاير من كلمسان و سجل. تزيري تمر جانبية تصطدم بالقائم وتمر جانبية إذا هكذا شباب بالوزداد يتأهل للدور القادم بفضل ضربات الجزاء 5-4 بعد تضييع تزيري للضربة الأخيرة اللي قلت مسؤولية كبيرة مشات الكرة تثبت بالقائم الأيسر للحارس في كيماش وتفوت هكذا فرصة لاتحاد العاصمة. لابد باش يكون فيه فائز ومنهزم. الفائز الكبير اليوم كما قلت هو الجمهور والروح الرياضية هو الإرادة اللي كانت عند اللاعبين. اتحاد الجزائر حضر لهذه المواجهة في ظروف خاصة بمدربين سعد نور الدين المعاقب وعلي فرقاني لخلافاته إلى نهاية الموسم وفي غياب الرئيس سعيد عليق المستقيم. الفريق راه مستعد نفسيا كما ينبغي خاصة من جهة نقول له وقع مشكل نتاع الرئيس ولكن من جهة أخرى اللاعبين حسوا بجانبهم مدربين زيادة علي جاء علي وتقبلوه بكل فرح وبكل استقبال. نظن هما اللي تهمهم اللاعبين أنهم ما يكونوش ناقصين في اي نقولوا في اي وقت في اللعبه. طلب مني باش نعاونه لانه كان معاقب
ونظن بلي قمت المهمة هذه ليه، هو اسمه الرئيس اسمه سعيد عليق مع اللي عندي علاقة مليح معاه، وكما قلت لكم بلي واسمو الاكسبتاسيون تاعي هذه واسمو حتى لافان سيزون، ونظن بلي لازم نقولوا بلي أول مرة واسمو يصرا واسمو لا بريزونس تاع لونترينور طالب من الانترينور اللي يكون اون بلاس. شباب بلوزداد بدوره يواجه الخصم في حالة نفسية صعبة وتحت ضغط كبير بعد الهزيمة ضد بلودية طهران. هذيك الهزيمة يعني ان شاء الله ماهوش ما عندهاش يعني عندهاش ما تكونش عندها واحد طابع يعني سلبي، يمكن يكون ايجابي. انا نظن نتمنى ان شاء الله. المدرب نور الدين سعدي تابع المباراة من هذا المكان من حافلة النقل المباشر للتلفزيون الجزائري. النتيجة كانت متعادلة بدون أهداف قبل وصول مزوار إلى شباك الحارس مزار. بعد ذلك استفاد الاتحاد من ضربة جزاء فعدل النتيجة بواسطة المدافع حمدان. صعيبة لأي مدرب ولا للعاب يكون بعيد على التماس، هذه ما نتمناها لحتى واحد. إن شاء الله يا ربي يدرك الاتحاد يعيد النظر وينعلوا الشيطان شوية، نقصوا لي شوية من كيفاش يقولوا له من العقوبة هذه. لحد الآن إن شاء الله يكملوا هكذا، اللاعبين راهم في روح رياضية جميلة، وهذه الصورة اللي لازم يعطيها الرياضي الجزائري لأي بلد يشوفنا ولأي جهة تابعنا. التعادل كان سيد الموقف لمدة 120 دقيقة، وتحديد المتأهل كان بركلات الترجيح التي رجح